Allah Akbar der ya. Ya Allah. Cuma. Ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. والله معاني احنا جينا يعني لا احنا حبه بجي ولا شيء لما فات النظام يعني ظلينا لاخر لحظه احنا لاخر لحظه يعني فاتهم مثل ما اقول لك فاتهم هم مع الباب طلعنا مع الشباك يعني يعني ابدا متسلل هم يتسللون واحنا نتسلل نطلع كيف صرت لاجئه؟ صار ضرب على البلد طيران وبراميل هربنا لا جينا تهريب جينا على طلعنا من بلد اسمها ضمير جابونا سيارات زتونا على الساتر ومشينا شي 5 ساعات بالشتاء ومعنا اولاد ومعنا اواعي كبينا الاواعي مشينا بحالنا من المي والطين كل واحد كب اواعي بس ضلينا باللي لابسينها وظلينا نمشي 5 ايام او 6 وننام بالبرد بعدين وصلنا لهون بعد اسبوع كيف وصلت؟ طبعا بتاريخ 15/2 بال 2013 كانت دائرة المعارك بحوران بالمنطقة الشرقية كنت في معركة تحرير كتيبة السهوة اللي هي اللواء 105 بمنطقة السهوة بالمقرة الشرقية بحوران اجتني رصاصة طايشة اثناء المعركة من النظام ضربت العمود الفقري اخترقت العمود الفقري والنخاع الشوكي وساوت لي شلل نصفي بالاجزاء السفليه أنا من محافظه دار عام الانخل والله جينا من القصف عرفت شو صار في قصف بالبلد عندنا ومشان هالاطفال يعني الصغار يخافوا يزرجعوا من القصف والضرب وقلنا قالوا بالزعتر يفتحوا الزعتر من الاردن للاجئين وسحبنا حالنا وجينا لا لما جيت مصاب جيت لحالي طبعا مصاب ما بين الحياه والموت مش راح تكون عم توصي انه يبعثوا معي اهلي بالداخل السوري في والدي في اخوتي الثلاث اخوتي الثلاث ووالدي كلهم مسلحين ومع الجيش الحر
أني مطلقة عشان زمان؟ صار لي زمان ساكنة مع أهلي أنا أمي وبنت معي بنتي بيت أهلي. كان عندي بسطة يعني مثل تقول بسطة هيك يعني سوريا؟ إيه بسوريا بسطة شغلت أولاد هيك ميس وبسكوت أبيع منها. يوم تصار ضارب صواريخ ما ظل لنا الشيشيلة، طلعنا بمعيننا ما خلونا الشيشيلة. عرفت شو يعني؟ جينا لهون. كانت الاحتمالات انه تسمم، ما حدا كان عارف انه اصابه رصاصه او شيء لانه ما كان في نزيف، النزيف كان داخلي. المخيم الزعتري صوروني صوره الصبح، صوره طبق محوري، وبين بالصوره انه فيني طلق ناري عيار ثقيل، وكان في نزيف داخلي بالصدر من الطلقه، الطلقه كانت مسممه وأسعفوني مباشرة من المشفى المغربي، حولوني على مشفى المفرق الحكومي. بس نفس الطلقة اللي أنت صبت فيها مسمم. مسممة. بيسموها من زيبقة يعني. بتساوي تسمم للجسم. يعني من أمان، عرفت شلون؟ يعني هاي يعني أمان واستقرار. يعني واحد أمان يعني منها الدب والضرب. لأنه بتعرف سوري ما ظلش دمرت. يا اخي هو اذا بتعرف كامان كان عنده بسوريا في امان احنا، بس بتعرف كان عنده في ضغوطات، في ضغط علينا كان حلو اللي كان في امان يعني عنده بسوريا كان في امان بس في ضغط يعني كان في ضغط على الشعب. بنتي عمرها 12 سنة تقريبا يعني مليحة ولا واعية، حتى أبوها يعني ما يعترف عليها، عايشين أنا وياها بالبيت واحد، يوم تطلعنا طلعنا سوا يعني عرفت شو يعني ما تركت ابنه سوريا ما أعرف عنه شيء يعني ما في بيناتنا اتصالات، طيب ميت ما بعرف عنه شيء. ما قبل الفكرة، ما قبل إنه أفوت على المخيم، من خلال إصابتي أنتج عندي شيء من روح الشعر، إنه أكتب شعر، ألف شعر إلى آخره. فأحد الشباب عرض علي إنه نساوي ملتقى ثقافي بمخيم الزعتري، يعني من موسيقيين، من شعر، من رسم، من فن مسرحي إلى آخره. فكانت الفكرة يعني جذابة ل يعني شخصياتنا إنه نجي على المخيم ونصبر على المعاناة بالمخيم. حمامات في مأمنة وقرفانات هذه عيلة، أول ما جي سلموني قرفانة، قرفان واحد لعيلة 9 نفار، وهاي بعدين شريت مشتريات معاي 4 أولاد 3 بنات ولي والعيلة هذه لي سنتين. والختيارة مريضة يعني مع مريضة عندي الوالدة مريضة عشان عليها يعني تشكي تعاني من الصرع، هي تعطى أدوية
عمي يصرفوا له دواء كل شهر عند اطباء حول العالم ادويه. هي تتعاطى نوع ثاني مع الادويه بس ما موجوده هون سوريا. هون ما في منه. ايه بس عم تاخذ منه بس في لها اعراض هون عم تشكي من البرد عم تشكي من الخدر. يعني لا عم قلنا لا تدفئه يوزعون تدفئه يوزعون شيء ما في بنوبه بنوبه بنوبه. ما اعطوك كرمان؟ لا 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 قرفانه ولا تدفئه ولا شيء بنوبه. ليش؟ والله شافت عينك يعني ما نروح ياخذ الرقم التليفون نستنى ما في شيء. والله اوزع من العالم على علمكم هالتدفئه تجرار وهاي نستنى والله مثلنا مثل العالم نستنى لا حدا دق علينا ولا شيء. يقولون للارامل اللي ما عندهم معين اللي ما عندهم حدا يعني نتفاجئ نقول شلون هالمفوضيه يعني متنقي العالم تنقاه يعني عم نروح نشوف رحت انا كذا مره عم نلاقي الزلمه عم تفوت تستلم شباب والله سحبت حالي ورجعت كذا مره يعني الحرامات عم يقولوا عم تجي للارامل ولا كذا كمان عم نروح نفس الشيء عم نرد نرجع ما عم نحصل شيء يعني مره ما عم اقدر اكافش بسط الزلم والمفوضيه استسلمت بالاخير قعدت شافت عينك هاي القطاع كله يشهد على الكلام المعاناة بنعانيه هون أنا بقول لك واحد يطلع برا بإجازات ما بعطوش بدك رابور وبدك ما بعرف شو كمان في يعني بهشت وين بقول لك في شغلة التدفئة التدفئة يعني تعرف العام سلمونا دفايات صوبات بلا جناني ما سلموش بلا جناني سلموها لا تتفرج علي حطيتها تتفرج عليها حلو يعني هاي القنال وراك بيجوا شايف بيجوا يقولوا له هاي هاي للأهل المطبخ بس صار في عندنا سرقة بنجيبهم ضبنا عندنا بأنها بالضبن لا يجي تسليم الغاز وردنا الرجع هاي والله كل شيء كويس بس انه في الكهرباء ما فيش هاي أول شيء ما كانش كهرباء بنوب كنا على الشمعات واحترقت ناس كثير فيها هاي من شيء 20 يوم ماتت عيلة 3 بنات وأمهن طلعت على التلفزيون والحمد لله ضم فضل رب العالمين وليس من فضلنا نحن والحمد لله ما حدا قصر معي يعني طبعا طبيعي 100% بس المشكله بالطريق اللي فيه طين والمطر ولا اكثر ولا اقل يعني لو في عندي طريق مزفت بساوي السبع وذمه ايه لاجئه سوريه من سوريا لاجئه كلمه كبيره لاجئه كان شو احنا هون لكان جايين سياحه اول شيء انا مش لاجئ أنا زلمة ضيف مروح الأرض هاي يعني استلمتها صحراء راح أسلمهم إياها جنة أنا لا بيمني لا كرفانات ولا كسور ولا ما يسمى أنه معونات ومساعدات لأنه نحن مش ربع مساعدات ومعونات لأنه نحن من يوم الله خلقنا ونحن عم نتحسن على الناس وأني هون بتحسن عليهم وأني هون بتحسن عليهم هاي اولا ثانيا انه ليش انا لاجئ لانه تفكير العرب اساسا رجعي ما بيعرفوا لانه احنا تقسمنا ومفكرين انه انا لاجئ ولكن انا ضيف ومش ضيف هاي بلدي وبدعس فيها ميت ما بدي وبرجع منها ميت ما بدي لو يتحسن شوي الوضع ترجعين يا ريت شو يا ريت يعني نرجع بلادنا وعلى بيوتنا هاي مش عيشة هون يعني كل نهار بفضل تشتغل تروح تعبي المي تحمله على البيت بتشتغل فيهن جوا بالمطبخ بيرتوا بيطلعوا على الحفرة بترجع تعبيهن من الحفرة بدك تكبهن بعيد يعني كل نهار بتشتغل هيك بتيجي على المطبخ تطبخ هون بتحمل الأكل للمطبخ لهون إلى خاطر ترجع؟ بالعاد مالي خاطر شو الخطر؟ أرجع بلادي على وطني حدا ما بحب بلاده؟ ليش حكى؟ اقرا يقول حدا ما بحب بلاده؟ مواليد أي سنة؟ مواليد 92 15/7/1992 لسه طب لساتك بأول العمر لساتني
بس شباب يعني عز العز عز العز. توصليها مثلا بس عمور الله لا يسامح كل واحد يطلع بيده يحل هالمشكله وما يتدخل الله لا يسامح ان شاء الله يذوق مثل ما ضبنا يا رب لانه تحس العالم مثل الشمتان مثل اللي عم تضحك علينا مثل يعني عم يعاملونا كانه انه يعني احنا مبسوطين بالجيل حد يحب يتبهدل والله اقول لك يعني جايين مع غصب عنينا غصب بس الماي مثل ما يقولون يعني النظام فات من هون احنا طلعنا من هون